بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الذكرى 8 لثورة 14 من فبراير وبصفتي أحد آباء الشهداء، فإنني أجدد العهد والولاء إلى أبناء شعبنا المظلوم وإلى جميع السجناء وإلى جميع الشهداء في مواصلة درب العزة والكرامة والدرب الذي اخططه شهداؤنا والأهداف التي خرج من أجلها شهداؤنا الأبرار. وهذه الهمة استقيناها من الصمود والإباء والعزة من الكلمات التي اخططها سماحة المجاهد المظلوم آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، التي تدعو جميع الفئات وجميع التيارات في مواصلة الدرب من أجل تحقيق أهداف العزة والكرامة. وسوف نجد كثير من المرجفين والمثبطين في كسر أو السعي لكسر همة هذا الشعب والرضوخ للأمر الواقع، ولكن تبقى هذه الأصوات أصوات النشاز. ومن كانت على عينه غشاوة قبل ثورة 14 حول هذا النظام المجرم الذي لم يراعي إلا ولا ذمة ولم يراعي حرمة إلا انتهكها، فمن المفترض أن تكون هذه الغشاوة قد أزيحت بعد كل هذه الانتهاكات. ونحن من موقعنا سوف نواصل هذا الدرب، وما النصر إلا من عند الله. Thank you.